أبيات في محبة الشيخ محمد صابونة رحمه الله تعالى في ذكرى رحيله. يا أهل المدينة وين نروح بحالنا، كثر البكا ما عاد يهدي بالنا، بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا. أوتيت خلق التهني وخاطر المطمئن، وكنت أقرب خيرا إلي يا شيخ مني، لما رأيتك يوما فالهم قد زال عني. يا شيخنا لك طوبى، برئت من سوء ظني، فيك الصفا كان طبعا لا بالهوى والتمني. أنا شدوتك حبا وفيك صح التغني، ولا أريد بكاء والله لكن كأني. ماذا تنتظر حتى تؤدي ما فرض الله؟ ماذا تنتظر حتى تكون صالحا؟ هل تنتظر أن يأتي إليك ملك بغتة فجأة فيأخذك من بين الناس؟ ألم تعلم أن الله يحاسب على كل صغيرة وكبيرة؟ ألم تتذكر أن هناك ملائكة يكتبون ما تتكلم ويحصون عليك ما تعمل؟ ألم تعلم أنك مبعوث يوم القيامة ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألم تعلم أن يوم القيامة يوم طويل، 50,000 سنة وقوف لله تحت حر شمس إلا إذا نجاك الله؟ شخص نفسك في ذلك اليوم، شخص نفسك لما يأتيك ذلك الملك، كيف تكون حالتك؟ على أي حالة تكون؟ لذلك اعمل بطاعة الله، أنت الفائز وأنت الرابح. اعتقاد سليم.